اخبار اليوم. خلصة الخزانات ما تنفذتش يعني. ساعتها لظروف المالية حضرتك ما كانتش متوفرة، فقال له قلنا اخلص المحطات بالشبكات حضرتك وتتأجل قصة لا مع دراسة اتزان هيدروليك جديد عشان اضمن اني المية توصل للخزانة. هم مصممين عليها اتغيرت نظرا للتوسع العشوائي. بالظبط ده اللي انا اقوله، ده اللي انا بقوله في البلاد. طب عشان محددين يبقى احنا بنتكلم على مشكله الطماء، بنتكلم على تسليم نهائي وحضرتك اللي هترد علينا هل 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 ده مؤداه معوق واضح بالنسبه لنا في ضغط الميه الخزانات العلويه دي احنا بنقول انها مش هتتعمل دلوقتي. لا لو لم يتخذ فيها قرار لا بندرس لو الدراسه هيدروليكيه والاتزان الهيدروليكي قال ان احنا الخزانات تتعمل وهتوصل لها الميه بدون ما اعمل بوستر هنفذها. ما فيهاش مشكله خالص. بس التاثير ده على 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 برضو على الطاقه بتاعه المشروع. التاثير ده على لا الطاقه ضغط ضغط لا ما ضغط الشبكات لا ما ده بالعكس. والله